هذان هما الشارعان الأول والثاني أشهر الأسواق الشعبية بمنطقة أحياء الشرج السكنية التي يتردد عليها غالبية السكان في مدينة المكلا للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية استعداداً لدخول شهر رمضان الكريم. مشاهد ازدحامات التسوق هذه لا تخفي صعوبة الأوضاع المعيشية التي يستعد معها أهالي المدينة لاستقبال أيام الشهر الفضيل، فارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصاعدت أكثر قبيل حلول شهر رمضان وما يقابلها من تأخر صرف الرواتب وتقلص قدرة الشرائية لقطاع واسع من السكان، جميعها عوامل ألقت بظلالها سلبا وقدرة الأسر على توفير متطلبات المائدة الرمضانية. كل عارف ان الظروف الناس صعبة، ما تقدر حتى يقول لك 5% حتى توفر، ايش تقدر؟ لا ماء ولا كهرباء ولا، والله ناس ظروف الناس صعبة. رمضان على الأبواب والناس محتاجة يعني من مواد غذائية من راشن، ورمضان صرفيته صرفية كبيرة. وليس المواطن البسيط وحده من يكتوي بنار هذا الغلاء، فالتجار الصغار وباعة التجزئة الذين يعتمدون على مثل هذه المواسم لتحقيق أفضل الأرباح باتوا اليوم يتحدثون عن تراجع لمستويات البيع والربح عما كانوا يحققونه في الأعوام الماضية. والله السوق ذي المرة مش يعني كمان الموسم القادم، هذه المرة السوق ضعيف يعني. السبب يعني الغلاء حاجة، هذا كنا الدجر نبيعه أول 500 العام، ذي المرة 800 السعر يعني زاير، يكون السعر يعني زاير، كل شيء زاير. كان أول يشتري كيلوان يشتري الآن نص كيلو كيلو، يعني قلت يعني قلل في الحاجة. ومع انقضاء 3 أشهر على تشكيل السلطات المحلية لجنة للرقابة التموينية وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وسنوات من التسهيلات للتجار وكبار المستوردين تشمل تخفيض رسوم الجمارك والضرائب على بضائعهم الواصلة عبر الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للمحافظة، إلا أن شيئاً من ذلك لم ينجح في تحقيق أي انخفاض بأسعار البيع للمستهلكين الذين يتهمون السلطات بالتساهل وعدم تفعيل رقابة حقيقية على الأسواق. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.